الخوت قبل من الناس ما تقولوش ليا ما شفتوش هاد الصفقه ديال نيمار. الناس اللي كتتبع كره عارفه زعما تفرجت في واحد الفيديو دابا راه سي طنطن قال لك سيدي طياره خاصه شرط عليهم طياره خاصه وشرط عليهم يسكن بوحده في القصر لا بالحق مع الطاقم يعني دي. وكل ماتش اللي ربحوا غيدي 80 مليون اللي غادي في الماتش الا ربح. ولا حد شي تصويره مثلا في البوست في انستغرام لابس تيشير ديال الهلال عنده 500 مليون. دابا داركم دابا السعوديه دابا كتنافس واش في نظركم غادي تستمر بهذه القضيه هذه غتستمر بان غتنافس الاتحاد الاوروبي ولا غير موجه دايزه ولا شنو؟ شبان لك خوت الناس اللي كتفرج بالكره واللي عارف الكره مزيان واش غير موجه دايزه ولا السعوديه غتبقى مستمره بحال هكا؟ ما عارف طيب ما عارف حماق.